باش نحتجوا على هذاك على ترامب اللي حيد القدس. القدس عاصمة ديال فلسطين الأبدية، وتسوى واحد ما يقدر يحيدنا وديما فلسطين. جينا للمسيرة ديال فلسطين اليوم، جامع الرباطيين خرجوا، جامع النواحي ديال المغرب جاو، الحمد لله. ديما فلسطين، ديما صحراء مغربية، عيش الملك. احنا في الحقيقه في هذه الوقفه هذه تنحتجوا على هذا الرئيس ترامب اللي كيقول بان العاصمه ديال القدس هي اسرائيل، وحنا اصلا ما كنعترفوش لا باسرائيل ولا بالقدس عاصمه ليها، وديما احنا مع فلسطين وديما مع القدس ان شاء الله باذن الله بارواحنا باسامينا بجميع من كنا بمظاهره كانت سلميه تضامنا مع اخوتنا في فلسطين على حول هذا القرار اللي خرج به ترامب على 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 اصبحت كعاصمه لاسرائيل. فاحنا صراحه كانت صدمه قويه احنا كامل المسلمين، فهادشي علاش خرجنا تضامنا مع القدس ومع خوتنا فلسطين، ولو بالدعاء راه غادي بالدعاء غادي يكون اكبر تكون اكبر مساعده لهم نقدموها لهم، واخا ما نقدروا نديروا والو انما كيبقى الدعاء احسن. نضالية للشعب الفلسطيني، نحن كمغاربة بأولادنا وأموالنا وبكل ما لدينا نحن معكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونرجو منكم كمغاربة أن تسقطوا اتفاقية أوسلو، نحن معكم هنا، نحن معكم في العالم العربي والإسلامي بأولادنا وأجدادنا وكل ما نملك، ونشكركم على مقاومتكم وعلى حمايتكم للمقدسات الإسلامية والفلسطينية، ونشكركم. الله معكم، الله معكم، الله معكم يا أمة يا فلسطين يا أمة الإسلامية.